ممكن تسألك سؤال؟ اتفضل. انت حاج مسؤول اه بتدير الكرة المصرية، اه فقررت النهاردة، يا رب والله يسمع من بقك ربنا، ماشي، انت الان مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم؟ لا انا رئيس الاتحاد الكرة المصري. رئيس اتحاد الكرة، رئيس اتحاد الكرة المصري. خلاص مش مسؤول، ماشي. اه انت دلوقتي حاج رئيس اتحاد الكرة، اه واخدت قرار بإقالة كيروش. اه ممكن حضرتك تقول لي هتعمل ايه في بطولة الامم الافريقيه؟ هتلعبها كمان 15 يوم. اه وهتعمل ايه بعديها في التصفيات المؤهله لكاس العالم؟ انا لو مسؤول، مين المدير انا لو مسؤول اه اجيب حسام حسن مباشره على طول فورا. هل هتقدر تحاسب حسام حسن في الفرصه اللي انت زنقه فيها دي؟ حسام حسن اللي هو بقى له سنين صابر على الفرصه بتاعته، هل انت هتقدر بقى تزنقه في ال 15 يوم وتقول له روح خد لي بطوله الامم الافريقيه وروح اصعد لي كاس العالم؟ انت كده ما ضغطتش الراجل؟ اضغط ليه؟ هو انا مش، هو انا رايح نزهه؟ يعني ايه انا هدف ان انا اوصل كاس العالم؟ طب وام افريقيا دي ايه يعني كده؟ عديناها ازاي؟ المسؤولين عدوها ازاي؟ قال انت لو خسرت كاس ام افريقيا هل انت تضمن راجل يكمل لكاس العالم؟ ما هو في انتخابات اتحاد كوره. في طيب خلاص، ما ممكن الاتحاد الكوره ده مثلا يمشي الراجل لو ما خدش كاس امريكا، يقول لهم بالسلامه شكرا. ممكن جدا. ليه لا؟ اصل هو في فرق ما بين انك ما تاخدش بطوله ام افريقيا وانك تخرج بدري بدري من بطولة الأمم الأفريقية، تخرج بفضيحة يعني زي ما حصل في 2019 لما جري. هو اللي رحم كوبر إيه؟ إنه وصل النهائي. وصل النهائي. عارف لو طلع قبليها كان ما كملش. لكن هيكمل لأن كوبر إحنا 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 كوبر جابنا. أنا بقول لك يعني. لا 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 العكس، لا العكس، ارجع بس بالذاكرة يا كابتن طارق، إحنا كوبر ودانا بطولة الأمم بعد ما كان بقالنا سبع سنين ما بنروحش بطولة الأمم أصلاً. ما بقولش لا، بس وصل النهائي. وصل النهائي. بالظبط. دي قصة بقى، النهائي بطريقته. دي بطريقته. وبعد كان في اعتراضات كتيره جدا، بس بطريقه وصلنا كده. وصل وصلنا كاس العالم. هو حقق نقول 90% من التارجت اللي جاي مع شال. لا 100%. بس خلاص 100% يعني. لكن انت بتتكلم في، انا اول بطوله خسرتها ناقص ثلاث لعيبه بس اللي في وجهه نظري، هقول اثنين لعيبه.